سلمت وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي عددا من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل بالشراكة مع جمعية سفانة الخيرية. وتم تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية. عن ذلك ينضم إلينا من حائل مراسل الإخبارية زميل سلطان الشعيب. سلطان، أهلا وسهلا بك، حياك الله معنا في هذه النشرة. أبرز ما رصدته سلطان حول تسليم وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها. شكرا لك حمدان، واهلا وسهلا بك وبكافه المشاهدين في على الاخباريه السعوديه. اليوم اتواجد في احد المباني الخاصه بوزاره الاسكان التي تسلم للاسر المحتاجه او المستفيدين المحتاجين في الجمعيات الاهليه في منطقة حائل بالتحديد. اليوم أنا أقف في أحد خلفي أحد المنازل، هذه المنازل الآن قاعد تعقم وتجهز لتسليمها، ويوجد الآن أسر من المستفيدين لتسليم هذه أكيد المباني والفلل السكنية. اليوم يسعدني ويشرفني أن ينضم معي الأستاذ علي الضبعان مدير جمعية السفانة الخيرية الصحية في منطقة حائل. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك اليوم معنا، وأكيد نشكرك ونشكر أكيد وزارة الإسكان على هذه البادرة. شكرا لكم. يا هلا بك، الله يعطيك العافية، ونرحب فيكم ونرحب بالأخوان في القناة وفي المشاهدين كذلك. تفضل. نعم استاذ علي، في البدايه بس نتكلم عن دوركم انتم كجمعيه سفانه في تسليم هذه الوحدات وعن المستفيدين في الجمعيه. احنا عرفنا كذا جمعيه في منطقه حائل استفادت من الاسكان التنموي، اليوم انتم ايضا مستفيدين، نتكلم عن هذا الجانب. جمعيه سفانه ولا الحمد من ضمن الجمعيات اللي تشرفت بتوقيع اتفاقيه شراكه مع وزاره الاسكان لتسليم وحدات سكنيه لعدد من المستفيدين المرضى في جمعيه سفانه، عدد كبير ولا الحمد. اليوم لله الحمد نصل للرقم 13 من الوحدات السكنيه تم تسليمها للمرضى المحتاجين بجميع الامراض، اما امراض اعاقات او كذلك امراض الضغط او القلب او غيرها. الجمعيه ولله الحمد يعني تزخر بعدد من الكوادر الشراكه، ولله الحمد قطعنا فيها شوط كبير مع وزاره الاسكان، تجاوزنا تسليم الوحدات، الان نقدم برامج توعويه، نقدم برامج صحيه، نقدم مبادره الان عندنا تعقيم المساكن قبل ما يسكنونها المستفيدين. الشكر صراحة نوجهه للخادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، اللجنة التنفيذية منطقة حائل برئاسة سمو أمير منطقة حائل، الأخوان في اللجنة التنفيذية، جميع من يعمل لإيصال الوحدات السكنية لمستحقيها بأسرع وقت وبمساكن جديدة ولله الحمد يستحقونها أبناء المجتمع. لا زالت التسليم مستمر الايام القادمه ولا انتهيتم اليوم اخر دفعه تسلمونها؟ لا مستمرين ولله الحمد، وعندنا عدد كبير، اليوم وصلنا الرقم 13 ومواصلين، الاعداد عندنا كبيره ولله الحمد، لكن احنا نسعى صراحه لان يحصل على السكن الاشد حاجه، اما بعدد افراد الاسره، ضعف الدخل المادي، عندنا الباحثين الاجتماعيين يقومون بعمل كبير ولله الحمد لفرز الاسر المستحقه للسكن، والجميع مستحق، لكن احنا عندنا اولويات مع وزاره الاسكان للحصول على المساكن، للحصول على صراحه المساكن النوعيه للمحتاجين من مرضى جمعيه سفانه. شكرا لك. الله يرفع قدرك واشكركم، واشكر صراحه التلفزيون السعودي من اكبر واحد الى اصغر واحد وما فيكم صغير، لصراحه جهودكم معنا منطقه حائل وجمعيه سفانه بالذات لجميع البرامج والانشطه والمبادرات. يعطيك العافيه، يا هلا بك يا هلا. هذا كان لقاء الأستاذ علي الضبعان، هو مدير جمعية سفانة الخيرية. نعم. الصحية بمنطقة حائل التي تقدم خدمات لا شك صحية خيرية لأهل المنطقة. ذكر أنه في البداية تم وضع جدول وآلية لتوزيع الإسكان، المستفيدين هم بدأوا في أشد حاجة سواء عدد الأسرة كثير أو زي ما ذكر ظروفهم الصحية. نعم. صعبة، تنوعت أكيد مواقع الإسكان، ليس جميعهم في حي واحد، تتنوع الأحياء في منطقة حائل. الجميل في هذه انه الجمعيه او جمعيه سفانه ووزاره الاسكان ايضا مستمره. نعم. في الدعم للجمعيات الاهليه. اذا مراسل الاخباريه كنت معي من حائل الزميل سلطان الشعيب، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.